اي ماركوس باركليبتك مع فكرة جديدة من اليوميات. امبارح انا وفيفي بروسبر سهرنا على جي كي جيمز منشان حفل اصدار الميد نايت تبعكم تبع ساركرافت 2 هارت اوف ذا سوارم، وعملنا مثل فيديو انبوكسنج سريع اول ما وصلنا على البيت، وقبل ما حطينا راسنا لحتى ننام شوي كانت حوالي شي الساعه 2 الصبح، فطلعناه بسرعه لانه كنا كتير مشوقين لحتى نفرجيكم اياها للعبه. انا بعد ما بلشتها وان شاء الله بركي اليوم بدي اعمل لها انستول وجربها، ولحتى بلش اكتشف عالم الزيرفز بساركرافت 2 كثير محمس انا كرمالها. بالإضافة لهيك في شغلة أنا كنت أقول لكم إياها، هو إنه أنا وفي بروسبر عنا مكتب ديزاين غير اللي نشتغل فيه، غير ريجين 2 والفيديوز اللي بنعمل لكم إياهم وكل التعارف اللي بنعمله مع بعض. فاليوم عنا نهار طويل كتير، عنا كتير اجتماعات واحد ورا الثاني، يعني هلا بعد شي ساعه تقريبا بدنا نكون ظاهرين لحتى نبلش الاجتماعات تاعونا، وساعه منشان نصور اليوميات واعمل لها اذا بدكم انتاج واجا حتى على اليوتيوب ما حيكون في كتير وقت منيح. فاللي عم بعمله هلا هو عم بعمل هذا الفيديو لحتى اوعدكم حيكون في فقره يوميات اليوم، بس كنت تعذروني حتكون شوي مأخره. اول ما اوصل ان شاء الله اول شيء رح اعمله هو اشتغل عليه، بحكي لكم على كل شيء صار معنا امبارح، بحكي لكم على عالم التطورات بالفيديو جيمز، كل شيء كمان اضافات، وحتى بدي احكي لكم عن فيديو مثل سيم سيتي يلي في كثير منكم كانوا عم ينصحوني انه انا جربها. شكرا لان سمعتولي، بتمنى لكم نهار سعيد، بوعدكم انه حارجع نهار اليوم بفقرة من اليوميات، وخليكم عم تابعونا على ريجن 2.